الجنسية. ولد 2 يونيو 1992 وعمره 30 عام، ولد من محافظة الشرقية بمصر، وطوله 1.78 متر وهو يلعب مدافع. ومعلومات النادي الذي يلعب فيه حاليا، يلعب في مصر برقم 30. مسيرته الشبابية كانت مع نادي بتروجيت. أما عن المسيرة الاحترافية، سنوات 2011 ل 2013 مع نادي بتروجيت، و2013 ل 2014 مع نادي الشرقية، و2014 2016 مع نادي الاتحاد السكندري، و2016 2018 مع نادي الزمالك، و2017 مع نادي المقاولون العرب، و2017 2018 مع نادي الاتحاد السكندري عرى، و2018 2019 مع الاتحاد السكندري، و2019 مع وادي دجلة، و2019 مع سموحة، و2019 مع نادي زد. بشكركم أعزائي المشاهدين، وأتمنى دايما أن تتابعونا باستمرار وتشتركوا في قناتكم المفضلة كرة لوكر عشان يوصل لكم منا كل جديد وحصري عن أخبار الكرة العالمية والمحلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.